نبدأ معك إذن حازم مع عودة الاتصالات مع هذه التحذيرات عن الوضع الإنساني وربما حتى من انهيار النظام العام على مستوى غزة. ما هو الوضع بشكل عام إن في الجانب الإنساني أو على صعيد أيضا الجانب الميداني؟ نعم إيمان، نستطيع أن نؤكد بأنه كثافة النيران المستخدمة الآن من قبل الجيش الإسرائيلي تتصاعد أكثر مع أكثر من مستوى لهذه العملية العسكرية، ما يحدث عمليا على حدود قطاع غزة بحسب ما يوضح الجيش الإسرائيلي في بياناته أنه يدفع بتعزيزات وجنود ويقوم كما نرصد بهذه الضربات المتتالية سواء من المدفعية الإسرائيلية أو حتى من الطائرات لضرب جميع الأهداف التي يعني يحاول تدميرها في هذه المناطق الحدودية ويضغط أكثر على السكان الذين يعيشون في تخوم هذه المناطق ولم يخرجوا عمليا من منازلهم ولكن تحت وطأة القصف، وأيضا عودة الطلب من هؤلاء السكان بالتوجه نحو الجنوب عمليا أعداد كبيرة من الضحايا جراء عنف هذه الضربات التي طالت هذه المناطق الحدودية. وربما آخر تحديث ورد قبل لحظات من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوضح حجم الضحايا، حيث أشار إلى 10,000 ضحية ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية هذه المعركة. هذا رقم كبير بطبيعة الحال يضاف إلى ما يزيد عن 8,000 ضحية راحوا نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. إذن من هم تحت الأنقاض الآن كثر بالآلاف، لا تستطيع عمليا كل الوحدات من الإسعاف وجهاز الدفاع المدني من التوجه وانتشال هؤلاء الذين العدد الأكبر منهم يكونون في مناطق الخطر أو في المناطق التي أحدثت فيها إسرائيل دمارا واسعا وتحتاج إلى معدات وجهود إنقاذ كبيرة، وهذا ما بدأ واضحا عمليا على لسان بعض العاملين والمسؤولين في جهاز الدفاع المدني الذين طالبوا العالم بإدخال معدات وفرق إنقاذية لإسعاف هذه الطواقم في انتشال هذه الأعداد الكبيرة من المفقودين والضحايا تحت الأنقاض عمليا على تخوم وضواحي المناطق الشرقية والشمالية وأيضا الغربية إلى قطاع غزة. تدور معارك كبيرة حتى اللحظة عمليا كتائب القسام أوردت منذ الصباح 3 بيانات عسكرية تقول فيها بأن مقاتليها على الأرض خاضوا اشتباكات عنيفة واستخدموا وسائل مختلفة منها قذائف المضادة للدروع وعمليات قنص وأيضا إطلاق قذائف الهاون، وفي آخر يعني استهداف قبل هذه الرسالة أوردت كتائب القسام معلومات تشير بأنها استخدمت طائرات يعني مقاتلة مسيرة لاستهداف الجنود الإسرائيليين وقوات الجيش المتمركزة عند محيط المدرسة الأمريكية في الشمال الغربي لقطاع غزة. قبل لحظات كما رصدنا انطلاق أيضا رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه المستوطنات وأيضا المدن داخل إسرائيل، ونسمع في هذه اللحظات تحليق الطائرات يتزايد بكثافة يغير على مستويات مرتفعة يضرب في جميع المناطق بخلاف هذه المعارك الدائرة على الحدود. إيمان، نحن نتحدث عن عشرات المنازل التي تم تدميرها في الساعات الماضية في مناطق مختلفة من القطاع، نتحدث أيضا عن استهداف لدراجات نارية لحافلات تقل مواطنين. إذن هناك جملة من الاستهدافات ليس فقط ما يدور على الحدود وإنما أيضا تلك الغارات التي ما تزال تواصل تدمير منازل مأهولة وأخرى فارغة وتضرب في كل مكان موقع عدد كبير من الضحايا والمصابين. يتعقد المشهد في ضوء ذلك في النواحي الإنسانية، حيث أيضا التهديد الذي يحدق الآن بمستشفى القدس بعد هذه التهديدات الإسرائيلية والطلب من العاملين في المستشفى بضرورة إخلاءه فورا، عمليا يشيرون في منظمة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلا أن هذا المشفى قد شهد ساعات مساء الأمس قصفا عنيفا في محيطه وأدى إلى تدمير يعني مباني سكنية واسعة في محيط هذا المستشفى، وكذلك الأمر جرى مع مستشفى الشفاء في غزة وأيضا في محيط المستشفى الأندونيسي. لذلك هناك تخوفات عملية من جميع الجهات بأن هذه الاستهدافات في محيط هذه المشافي قد تدفع الجيش الإسرائيلي للاقتراب أكثر من تدمير أو قصف هذه المشافي لتحدث يعني مجزرة كما جرى في
المستشفى المعمداني في الأيام الماضية. حتى اللحظة المسؤولون في جمعية الهلال الأحمر يقولون أننا من الصعب أن نخلي مستشفى القدس، وهناك عدد كبير من النازحين، أكثر من 12 ألف نازح ومئات المرضى في داخل هذا المستشفى، ليس هناك إمكانيات لإجلائهم وإخلائهم، وبالتالي يتعقد المشهد أكثر. أيضا في مجال الجهود الإسعاف وأيضا ما يتعلق بعمل الطواقم الطبية، إضافة إلى أوضاع النازحين تحت وطأة هذه الضربات ونقص المواد التموينية والغذائية، نشاهد عمليا احتياج يتضاعف ويتزايد في ظل هذا الحديث عن يعني دخول عدد من النازحين إلى مراكز التموين، وأيضا محاولة البحث عن مواد تموينية مخزنة لكي يسدوا هذه الاحتياجات التي بدأت تتزايد في ضوء كل ما يدخل في قطاع غزة من مساعدات، ما زلنا نسمع أنها لا تلبي سوى الحد الأدنى، وبالتالي الأزمة الإنسانية تتعقد حتى في أبسط الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والمياه والأدوية. شكرا جزيلا لك حازم البنا مراسلنا من خان يونس.